دكتور مدحت عايز اقول لحضرتك كل سنه وانت طيب، والف مبروك على نجاح الدستور وعلى الحفله ودير جست. دكتور زعلان من الحفله؟ طب يعني انا ما اعملش لقاء مع الدكتور مثلا؟ لا انا اعمل لقاء مع الراجل، ماليش دعوه، انا بعمل لقاء معاك، اتفضل تحت امرك. طيب النهارده بمناسبه نجاح الدستور، اول حاجه هنتكلم بعد كده بقى عن الحفله. تكريم ولا دستور؟ احنا يعني الدستور بدايه وفرض لإرادة الناس وفرض إرادة الشعب وإثبات إن الشعب هو المعلم. علشان كده أنا بقول للناس الدستور هو البداية، يلا بقى نشتغل بجد عشان خاطر مصر. في شغل جاي كتير في الفن؟ طبعا طبعا. طول عايز أقول لك إن سبب من أسباب كره الناس للإخوان المسلمين أو للتيار الديني المتطرف هجومهم على الفن وهجومهم على المبدعين، لأن أنا قلت في خلال السنة اللي فاتت نحن الفنانون أكثر تأثيرا في وجدان الشعب العربي من 100 حسن بنا ومن 100 إخوان مسلمين. بس فبمنتهى البساطة إحنا أسقطناهم، الشعب أسقطهم، لأن إحنا بنأثر في الشعب أكثر من أي حد تاني. دكتور مدحت دلوقتي إحنا زي ما شفنا بعد ثورة 25 يناير بأيام بسيطة حسينا إن الفن هيتغير لأعلى كتير قوي، يعني هيبقى أحلى كتير قوي وأفضل كتير قوي. في مدار السنتين ونص اللي فاتوا لقينا المستوى فيه حاجات اعمال كويسه ولقينا اعمال كتير مش كويسه، يعني ده طبيعي لان احنا لسه في ارهاصات ما بعد 25 يناير. ال- 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 الدنيا بتاخد وقت طويل، الفن بيتعمل على نار هاديه ولازم تبان مقدمات وتبان نتائج للاحداث اللي حصلت عشان الناس تبتدي. ممكن تطلع جنوه حلوه بس عشان عمل فني متكامل لازم ياخد وقته ولازم يدرس بهدوء جدا عشان نعرف احنا بنقدم ايه. ان شاء الله هيحصل ده في وقت قريب ولا وقت طويل؟ لا هيحصل بوقت قريب ان شاء الله، وهعمل تعمل اعمال حلوه وتعمل بدون ذكر اسماء وتعمل زاد وتعمل الداعيه وتعمل تعمل حاجات كتيره حلوه وان شاء الله تعمل حاجات كتيره. بنبارك لكم على جوائز الداعيه اللي اتاخدت النهارده في دير جيست. دكتور مدحت ميرسي جدا، نورتنا على قناه عين تي في. ميرسي، شكرا شكرا، فرصه سعيده، شكرا.